السلام عليكم، أسعد الله مساءكم. نايف العبود، مقيم بمحافظة إدلب، مهجر من محافظة درعا السورية. أهلا بك. نحن ندعم أي حراك ثوري، إن كان من الشمال للجنوب أو من الشرق للغرب داخل الأراضي السورية. والانتشار مظاهرات في مدينة السويداء هو امتداد طبيعي للثورة السورية التي لا يكون لها مجال إلا النصر. نثمن خروج أهل السويداء ضد هذا النظام المجرم، ونشد على أيديهم ونقول لهم سيروا ونحن معكم. هذا النظام نظام إجرامي لا يفهم أي لغة بالعالم، حتى لغة الحديد والنار للأسف لا يفهمها، المجرمون لا يفهمون بهذه اللغات. ولكن نحن كأبناء شعب سوري موحد علينا جميعا الخروج للساحات العامة من درعا إلى السويداء إلى كل المحافظات السورية، لنثبت للعالم سلمية ثورتنا ومناهضتنا لهذا النظام، ويجب علينا إسقاط هذا النظام بكل مكونات الشعب السوري. أيضا انضمام عشائر البدو في السويداء لهذه التظاهرات وامتدادها أيضا في مناطق عدة في سوريا، ماذا يضيف لهذه التظاهرات؟ سيدتي الكريمة، إحنا طبيعتنا بحوران، حوران هي سهل وجبل. السهل هو منطقة درعا والقنيطرة ومناطق البدو، والجبل هو منطقة السويداء. هذا الامتداد طبيعي، وهو طبيعي جغرافيا وطبيعي عشائريا. ما كنا بيوم من الأيام بحوران سهلها وجبلها كتلتين، الحمد لله. نحن بلد واحد وثورة واحدة، ولو تأخر أهلنا بالسويداء، ولكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. ومشاركة عشائر البدو المحيطين بالسويداء هذا أمر طبيعي جدا، فهم أهل نخوة وأهل كرامة، ولا يقبلون الضيمة على أهلهم ويسكتون. نعم، أيضا لاحظنا أن النشطاء في الثورة في عفوا في هذه التظاهرات كشفوا عن تشكيل لجان لتنظيم آلية الحراك الشعبي، هل لمستم أي تحركات ربما لجر هذه الاحتجاجات وخروجها من محتواها السلمي؟ نعم، نحن رأينا فكرة عند أهل السويداء أنهم استغلوا هذا الأمر خلال 12 سنة ثورة، استغلوه بشكل صحيح بالحفاظ على الممتلكات العامة، على مؤسسات الدولة، لأن هذه بالنهاية مؤسسات الشعب. ولكن اليوم شاهدت مقطع فيديو للإعلامي الموالي حسين مرتضى، وكأنه يلمح بجر هذه الاحتجاجات إلى العنف عن طريقهم هم كنظام، يلمح عن تشجيرات وما شابه. ولكن أهلنا بالسويداء يعني أفطن وأذكى من أن يستجرهم النظام لهذا الموضوع. يعني مهام هذه اللجان، ما هو مهامها؟ اللجان نتمم تعبهم، ومهامها كانت هي الحفاظ على مؤسسات الدولة، على المؤسسات الوطنية، على التوجيه الحراك الشعبي ضد نظام بساحات تظاهر، وليس عسكريا أو تخريبيا. نعم، أشكرك جزيل الشكر لكل هذه المعلومات. من إدلب، نايف العبود، ناشط ثوري، شكرا جزيلا.